في التجربة اللي احنا فيها هو السؤال انت بادي من وين؟ يعني في واحد بادي من صفر، من يوم انولد هو بادي من صفر، من يوم انولد وهو في دولة متخلفة وهو ام واب متخلفين، هو يمكن ما تعلم وهو يعني يدور الاكل والشرب بصعوبة، فهو بادي من صفر. فهو على يعني وين ممكن يوصل؟ يعني يمكن يوصل 2، يمكن يوصل 5، يمكن يوصل ما ندري، بس في واحد بادي من 10 أصلا، بادي من عشرة. يعني والله عنده يعني أم وأب أحسن شوية، عايش في دولة أحسن شوية، فالظروف تختلف، عنده جسد يمكن أحسن شوي. في واحد بادي من 50، في واحد بادي من 90، فيختلف إحنا من وين بدينا. فما المفروض أن نشوف أنفسنا كأننا احنا في مستوى واحد ومنتقلين لمستوى واحد؟ لا، احنا في مستويات مختلفة وننتقل لمستويات مختلفة.